الصوت الحلو طبعا صوت بتعرفوه. ضيفنا رقم صعب زي عنوان أغنيته اللي سمعناها إسا مستمر رغم أنه معظم نجوم برامج اكتشاف المواهب اختفوا تقريبا وما قدروا يستمروا ويثبتوا وجودهن بعيدا عن شهرة البرنامج. بعد منافسة تابعناها وتابعوها الملايين بين موهوبين من أبناء شعبنا سنة 2017 في برنامج محبوب العرب، نجح ضيفنا أنه يستمر ويقدم بعد تخرجه من البرنامج أغاني ناجحة وطنية رومانسية وأحدثهن الرقم الصعب. نرحب بالفنان أمير دندن. مرحبا أمير. حبيبي يا شادي، هلا بيك حبيبي. كيف حالك؟ طمنا عليك، كيفك؟ نرحب فيك. روحك. أنا الحمد لله بخير، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام، رحب فيك ومبسوطين أنه معنا أنت بفن فنانينا. نقول لك الحمد لله على السلامة في بلادنا أنت. والله الله يسلمك. إن شاء الله يا ربي هيك قريبا هيك نشوفك إن شاء الله. أكيد نصلي أكيد. زمان مش شايفك يعني بالفعل. أنا بشرفني إنه أنت بتعرف معستك تسلم. وإنت تسلم أمير، من الناس اللي بنفتخر فيهم طبعا. تسلم، وإحنا بنحب نشوفك دايما ونسمع أغانيك الحلوة. الرقم الصعب هي أحدث الأغنيات من كلمات إيفان نصوح اللي كتب لنصيف زيتون ولا ملحم زين ولا كتار، والملحن المعروف سليم سلامي صاحب نجاحات كبيرة مع فارس كرم وإليسا ونانسي عجرم ونجوى كرم وكتار، ومع أمير دندن كمان. احكي لي عن هذا التعاون. حبيبي طبعا لنا الشرف اول شيء طبعا اتعامل مع فنانين كبار وناجحين، كان عمل كثير موفق وكثير حلو، كان في تعب فيه لانه بتعرف تسجيل، وانا طبعا مش بلبنان، اوضاع لبنان وين بدنا نسجل، تسجل صوتك وتبعثه وين سجلت بامريكا؟ والله جبرنا نسجل في امريكا، لازم اسجل صوتي في بيروت بس ما قدرش اسافر عشان كورونا طبعا. فسجلت الاغنيه في امريكا وطبعا ضبطوها كل الفينش كان في بيروت في لبنان بين سوريا ولبنان. ليش اخترت هالكلمات؟ يعني اكيد عرضوا عليك كتير اغاني، حسيت انه هالكلمات بتعبر عنك؟ لا هي هلا الرقم الصعب، في ناس كتير فكروا انا بحكي عن نفسي الرقم الصعب، انا ما بحب الالقاب يعني، انا جدا ضد اي لقب. الرقم الصعب هي للصبيه، انه هي رقم الصعب يعني من كثر ما انا بحبها هي عندي رقم صعب. يعني ما حدا بيقدر يحل طبعا يكون محلها في قلبي، فهي رقم صعب. حسيت انه كلمه رقم الصعب فيها زي شيء بشد المستمع، انه مثلا رقم الصعب بدي اسمع امير دندن بيحكي عن حاله رقم صعب ولا لا، لما اسمع اغنيه بنعرف انه لا انا بحكي على الصبيه. الصبيه بتتغزل فيها. طب احكي لي على الكليب كمان امير، وين صورتوه؟ وين هالمناظر الحلوه ومين بيشاركك فيه كمان؟ والله الكليب كان في بلادنا، طبعا بلادنا في كثير مناطق حلوه وجميله، على البحر، كان في منطقه حيفا تقريبا، كان فرقه الرقص صوروا في وين بحر الميلي هناك، كان في يعني عده يعني كذا لوكيشن يعني، فصورنا في كذا محل وعملناه سيمبل يعني ما يكون كثير معجق او كذا، لانه اليوم المشاهد بحب يشوف بحر وما بدناش يعني يكون كثير تفاصيل كثير بالفيديو للمشاهد. وبعدين في صوت، صوتك طبعا هو الاساس، فالناس بتفوت اكيد تسمع صوتك. حبيبي يا شادي شيء اكيد يعني، وكان عمل الحمد لله رائع، انا جدا مبسوط في النتيجه. مبسوط من ردة الفعل تاعت الناس؟ الحمد لله حلو يعني، كثير بيبعثوا لي بالجزائر، كثير عم يسمعوها في المغرب، فالحمد لله نشكر الله النتائج حلوه، الناس عم تسمعها، شكر الله يعني احنا بنعمل كيف بقول نعمل علينا وبقى ربنا. حلو. انا حكيت انه بعد ما تخرجت ب 2017 من البرنامج استمريت وقدمت لحد اليوم 7 اغاني، ليش المعظم بيختفي؟ امير انت من تجربتك. انا بقول لك شيء، هلا الانسان لازم يضل مستمر يعني، لازم تنزل دائما اغاني. هلا انا بشكل عام في كثير اغاني لازم انزلها، بس احكي لك صراحه وقت الكورونا كله تاجل لانه ما نيجي ننزل فيه، ولا يعني كان في كثير عالم من ادو مثلا اصحاب لي فقدوا اهلهم واهليهم وبياتهم بسبب الكورونا، فما اجي انزل شيء بعدين اوقف. الجو ما كانش ملائم. ما بالمره ما كان ملائم لانزل ولا اغنيه بصراحه، لانه في ناس بقول لك انه العالم تسمع وكذا، طيب بس ما هي الناس مش مع الاغاني ومش فاضي تسمع اغاني. كان الناس مركزه اكثر على الكورونا، دير بالها حالها بالبيت كذا، فانا قلت انه وقت مش مناسب، خلينا شوي على القليله لتخف الحالات، وهلا طبعا الوقت افضل بكثير من قبل الحمد لله، عشان هيك عم بنزل اغاني. وحتى في لي عندي عمل جديد راح ينزل مع صلاح الكردي قريبا، صابر اغنيه عراقيه خليجيه راح كمان تنزل قريبا، هذول عم نشتغل عليهم هلا. شو اسمها ولا بعد ما حددته؟ والله اغنيه مع صلاح الكردي بعد مش حاطين عنوان، بس هي بتقول اول بيت مش راح اكذب لك اني عايش حياتي عادي، واصل لمرحله اخر همي من فينا اللي بادي،
تقتلك بدي هلا نرجع غير هيك ما بدي اسمع انا الغلطان او انت مش مهم. انا مقطع صغير هيك بس لك تسلم حصريا. تسلم شكرا امير. هاي اغنيتك القادمه وانت ممكن تنزلها ولا بعد ما في تواريخ؟ بعد ما في تواريخ محدده بس عم نحكي تقريبا بين شهر 12 لاول واحد يعني. امير انت طبعا ساكن بامريكا، وين بالتحديد بامريكا؟ انا بنيويورك وقعدت فتره قعدت سنه بدبي كانت في 2018 بس طلعت طبعا بعد الكورونا وهيك شغلات. بفكر هلا كمان انه انقل، في حكي انه ننقل مع شركه انتاج طبعا في مصر، فان شاء الله خير يعني في تداولات نشوف ان شاء الله شو بيصير معنا. حلو نتابع اكيد. اتسنت لك الفرصه اكيد امير انه تتعرف او تغني مع عدد من نجوم العالم العربي، ممكن كمان كونت صداقات، احكي لنا شوي عن انطباعاتك عنهن وهل رح يجمعك عمل مع نجم من نجوم العالم العربي؟ اكيد انا بتشرف هالشيء طبعا. انا كثير اصحاب انا والفنان وائل جسار، الفنان ابو علي من حمزين، صابر رباعي. بموازين بال 2018 كنت انا وفنان وائل جسار وكنت لازم اكون بالبحيث انا افتح، كنت لازم اكون مع الفنان الكبير صابر رباعي بس انا اخذت يوم ثاني، انا كنت مشغول في التاريخ ما قدرش، اعطوني يوم ثاني بالبحيث في الاردن. كثير إلي أصحاب طبعا من الفنانين في علاقة لحد اليوم، محمد فضل شاكر الشباب يعني الفنان هادي أسود. هاي بفترة وجودك في لبنان ولا بدبي كونت هالصداقات ولا وين انت؟ والله لا هلا الأغلب هو كان في لبنان وفي دبي عملت كمان علاقات حلوة مع الفنان حسين الجسمي، لقيت أنا وياته عن فايز السعيد حد هلا يعني أصحاب كتير أنا فايز وحسين تقريبا يوم مرتين. في الحمد لله علاقة حلوة مع الفنانين، وبعد في يعني قبل يومين حكيت مع مدير أعمال وقت فور اطمنت عليه نسأل على بعض وكذا وهيك. طيب ممتاز. بتعرف بس خصوصا وقت الكورونا يعني دائما تطمنوا على بعض دائما. حلو. طب بدي اسالك على علاقتك بيعقوب شاهين منافسك في محبوب العرب، هل استمرت العلاقه ولا العلاقه مش موجوده اصلا؟ يعقوب اخوي وحبيبي وصديقي وابن بلدي، دائما العلاقه حلوه طيبه. وقبل فتره حكينا طمنت عليه، كان صديقه ابن بلده وطمني عليه. كل انا بقول لك انا سفر وهو كمان مشغول في حياته وانا دائما مسافر فهو مسافر بس العلاقه منيحه. قال إذا العلاقة منيحة عشان كان لا. في بيناتكم منافسة وقتها. إيه لا هاي المنافسة طبعا بالبرنامج هذا لا يعني إنه إحنا ما نكون أصحاب يعني بالعكس. أكيد. يعقوب من الناس اللي غاليين علي ومحترم جدا وابن عيلي. أكيد. وطيب. بدنا نسأل على كمان فناني كانت معنا باللقاء، الفنانة الكبيرة فيوليت سلامي اللي حكت لنا إنه سجلت معك ديو بس لحد إسه ما سمعنا هالديو، شو مصيره؟ احكي لنا عن التعاون بينك وبين الفنانة فيوليت سلامي. والله يعني كيف بقولوا فناني بلد سلامي خط أحمر لأنه فناني كبيري وأنا بعتز فيها وبصوتها. إحنا عملنا عمل عن الأم الأم وابنها، أغنية كتير حلوة، أغنية بتمثل المجتمع وخصوصا بتمثل الإشادة اللي عم نعيشه والحياة اللي عم نعيشها بيننا ببلادنا تحديدا. بس الأغنية للأسف إنه بعدنا مش شايفين إشي يعني ما بعرف هلا في شوية مشاكل ما بعرف من إنتاجية يعني. كان منتج على العمل هو كان بطرس خوري وكلماته بس ما بعرف شو اللي ساير شو اللي عم بيصير بس إن شاء الله خير يعني. عمل كتير قوي شاد جدا أنا راح تحبه كتير لأنه بحكي كتير عن المجتمع اللي إحنا عايشينه بهالأيام. غميقة الأغنية كيف بقولوا كتير حلوة، ألحان حلوة يعني متعوب عليها بس إن شاء الله تنزل يعني بتطلع هاي. طيب نستنى إحنا نبقى نسأل الفنان بطرس خوري كمان بأي مرحلة صارت هالأغنية لأنه لقاء حلو ما بيتكرر كتير. أمير دندن وفيوليت سلامي حلو أكيد يعني بصراحة لازم ينزل هالعمل. نحكي شوي بختام هاللقاء أمير عن أنجح أغنياتك برأيك. طبعا حكينا إحنا عندك 7 أغاني خاصة، أغاني وطنية وأغاني رومانسية كمان، أنجحهن شو برأيك عشان نختم معها؟ والله لما تفتكريني ولا سكر كلامي ما فيني أحكي اللي يعني على نجاحات لأنه أنا بقول إنه كلهن نجحوا كلهن سمعوا الحمد لله. هلا يمكن الأكثر واحدة مثلا سمعت هي اللي أول واحدة سكر كلامي أول ما طلعت من البرنامج. أيوه. سكر كلامك بس طبعا الأغنية الأخيرة بعدني يعني بعدني جديد نازل فبعدني ما بعرف حاسس إنه حتكون من الأقوى.
ان شاء الله. بس انه يعني بعدها بالضبط قصدي بعد اجتماعها يعني مش شايفهن على اليمين. كمان نذكر من الاغاني الناجحه كانت وسمعناها كثير على اليمين. كثير حلوه طبعا على اليمين كثير حلوه. والله يا شادي هذا انت بدك تحكي. انا اللي شايف انه تقريبا الحمد لله كلهم ناجحين وان شاء الله يا ربي هيك يعني هالاغنيه اللي نزلناها اخر واحده تكسر الدنيا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا امير دندن ومبسوطين بالحديث معك وان شاء الله بنشوفك قريبا كمان. حبيبي يا شادي انا ان شاء الله بشوفك قريبا باذن الله. بتمنى تكون بخير انت وكل طاقم العمل. شكرا معك. انا اللي اختارت مش انت. لما تفتكريني شو رايك بنفع؟ يلا عليهم يلا بنسمع من الاغاني الحلوه اللي قدمت لنا اياها. هاي اكثر اغنيه غالي علي يعني اكثر اغنيه انا بحبها. طب حلو هاي متفقين انا وياك. هاي من اكثر اغنيه انا عزيزه على قلبي صراحه كثير بحبها يعني لانه ستايل تبعي كيف هذا اللي انا بحبه. احنا بانتظار اخبارك الجديده دائما امير وبالنجاح. حبيبي يا شادي بالنجاح لك كمان حبيبي. نهارك حلو. الى اللقاء. باي باي حبيبي. الله معك حبيبي.